سنبدأ الآن حول ماذا الكثير منتظرين والذي هو تقييم الأطفال ذوي الإعاقة. دكتور هاتشنز، أنا أريد السيدة تيري وورنن مديرة البرنامج أن تنضم إلينا، هي أتت الآن. وأريد أنا اليوم سعيدين باللقاء مع البرنامج البي سي جي، ولدينا عندنا نسخة جديدة ومناقحة من هذا البرنامج الذي لدينا اليوم، وهناك مواضيع كثيرة نريد أن نتحدث عنها. وأنا سعيد جدا وفخور أن لدينا برنامج شامل تم وضعه حول البرنامج الخاص، وهذا تحدث كثيرا عن مدارسنا وعن ماذا نريد للأطفال، وتحدثنا عن الأمور التي نصحنا فيها، وهذا شيء يفتح عقولنا وقلوبنا للآخرين، وعندنا مسحة للحديث حول هذا وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة. والآن أنا سأحول الحديث إلى السيدة وورنر التي ستتكلم. شكرا دكتور هونجن. السيدة الرئيسة والسادة الأعضاء، أنا سعيدة، شكرا على وجودكم، وأنا سعيدة. وكان طريق طويلا وكانت هناك درجات كثيرة خطأناها. شكرا لكم على الدعم، شكرا على هذه الفرصة، شكرا لوجودي معكم وإيجاد هذا البرنامج البي سي جي. أنا تعاقدت مع مجموعة مستشارين منذ سنة ونص، وفي بداية المرحلة الأولى سنتحدث عن نتائج التقييم، وسنتحدث عن الخطوات القادمة فيما بعد. عندنا الدكتور جينيفر مونو الذي كان قائد الفريق، وعندنا الأخوان الذي كانوا معنا في البرنامج، ولدينا السيد. وكانت هذه عملية وتشاركية، وكان هناك مجموعة مشرفين ومجموعة متخصصين في ذوي الإعاقة، وما كنا سنستطيع إجراء هذا بدون دعمهم. الدكتور مالر سوف نسمع منها، لأن هي كانت المشرفة الثانية على هذا البرنامج. كانوا هنالك مجموعة أشخاص آخرين جزء من هذا البرنامج، تقريبا 6 أشخاص، ولدينا ضيوف متميزين سنبدأ بهم. علي أن أجري بعض التدريبات. مساء الخير، شكرا لكم على وجودنا معكم، وأنا سعيدة جدا لوجودي معكم هنا. أنا أريد أن أشرح معكم بعض الأشياء التي إحنا ممنونين لكم بها، لأن هذا العمل لم يكن سيكون متاح بدون آراءكم والمعلومات التي العملية لم تكن سهلة، ولكنها كانت لابد علينا أن نبحث عن كل فكرة من أجل أن نضع أمور واضحة للجميع. سوف نتكلم في البداية عن المحاضرة التي تكلمنا عنها في شهر 6، والآن سنتكلم عن موضوع بشكل أعمق. عندنا بعض البيانات في التقرير، ولا نريد أن نخسر الأفكار الرئيسية، والملخص الموجود هو الذي سنتحدث عنه. حنركز على البرنامج إلى أين ذهبنا حول هذا البرنامج بخصوص الصغار، وحنتكلم عن موضوع التطوير، وسنتكلم عن التوصيات والنصائح، وسوف نتكلم عن الخطط التي جريناها في الأسابيع الماضية والخطوات القادمة التي سنقوم فيها. سيدة تيري ذكرت أن لدينا فريق متكامل في الخلف، وعندنا مدارس تدعم هذا العمل، وتعلمنا كثيرا عن ACPS في هذا الموضوع والنجاح. وإحنا تتبعنا البرنامج الثلاثي، المنظور الثلاثي، وعزما تكون تشوفوا في التقرير عندنا هناك طرق كثيرة ممكن أن نتبعها،
سنتحدث عن ما هي أكثر الشيء لها علاقة بالموضوع. نحن مع الوقت تكلمنا عن البرنامج. درسنا الكثير من الأوراق والوثائق التي تسلمناها من المدرسة، وتحدثنا ما هي الوثائق وما هي السياسات التي سيتم اتباعها على مستوى المدارس، وهذه وقارناها بالمدارس الأخرى. وعملنا فريق مع الباحثين، وكل النصائح التي وضعناها نريد أنها تكون مبنية على الممارسة. وعندنا خطة للتنبؤ بماذا إلى أين نحن ذاهبين، وأضفنا المعلومات الإضافية، ولكننا لا نريد أن نقارن أين كنا، ونريد أن نضيف الكثير من المصادر. التحليل كان مقاد بهذه الأمور الرئيسية التي تم تأسيسها عن طريقكم كلكم، خاصة مجلس ركزنا على مواضيع المصادر وكيف موضوع التدريس للأطفال ذوي الإعاقة، وتحدثنا عن الالتزام بالقوانين والتعليمات من الولاية، وأيضا ركزنا على موضوع المصادر وكيف يتم إيجاد المصادر وتطبيقها لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الموضوع الرابع تحدثنا عن موضوع الثقافة. هذا شيء جديد، هذا شديد جديد بالنسبة للإكزاندريا. ركزنا على موضوع الثقافة، رأينا هذا الموضوع في بعض المناطق الكثيرة في الولايات المتحدة، وعكسنا هذا على قيمنا وكيف نعرفه، كيف تكون مؤثرة، وكيف يمكن أن تفيد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الشيء الأخير الذي تكلمنا عنه هو التواصل. لا نتكلم فقط عن التواصل الفكري والتواصل، ولكن كيف يتم إشراك الآباء والطلاب في التواصل، كيف يتم أن يبقوا مرتبطين مع المدرسة خلال هذه العملية التواصل. هناك أمور كثيرة دخلنا في العمق فيها، وستلاحظون أن هناك ملاحظات دقيقة، وستجدون كيف أن نحن درسناها بشكل عميق. وهذه هي الخمسة الأمور الرئيسية. جمعنا الكثير من المعلومات، أتمنى لو كان عندي بعض الملاحظات التي جمعناها. جمعنا معلومات في خمس مناطق، تكلمنا مع مجموعة من المعنيين منكم، وتحدثنا مع أكثر من 200 شخص من المدرسين والمتخصصين والآباء والأمهات. وكما تحدثت في البداية عن البرنامج، عندنا خطة كبيرة وعندنا ناس كثير شاركوا في هذه الأفكار، وكان هناك وقت متاح للجميع. وأيضا أرسلنا مسح ميداني إلى الأهالي والأسر، ودعوني أشوفكم نسبة المشاركين كان 16%. تم رد علينا من الأهالي الذين تم إرسالهم، و6% من المشاركين المدرسين. وأعطتنا فكرة حول بعض الأهالي الذين لم يكونوا قادرين على الوصول للحديث عن البرنامج، ومن ثم أتينا لنعمل مراقبة ومراجعة. ماذا كنا ننظر عنه هو الممارسة. جمعنا مجموعة من المدرسين ونظرنا إلى الـIEPs وبعض الأوراق لفهم كيف يتم صنع القرار، كيف يتم فريق المدرسة اتخاذ القرار، كيف يتم نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى. نحن استخدمنا هذه الوثائق كمصدر للمحادثة معهم، وأيضا جمعنا بعض الأوراق وقضينا يومين في كل مدرسة، وكان هناك 16 مدرسة.
وفي كل هذه المدرسة عملنا مراقبة داخل الفصول، وعملنا من 8 إلى 9 فصول في كل مدرسة، وكنا في أكثر من 100 فصل، وعدنا إلى النظر كيف كانت تجارب الطلاب. لاحظنا كيف كانت، سألنا بعض الطلاب كيف تغيير الفصل وأوقات الغداء، كيف كانت تجربتهم، كيف كانت علاقتهم بالطلاب الآخرين، كيف كانت موضوع التعليم لديهم. وجدنا من 5 إلى 6 طلاب لدينا فهم شامل كيف كان يومهم، وحتلاحظون في التقرير كيف ان احنا ظللنا كثير من الامور التي غطيناها في بشكل مختصر. احنا الان في المرحلة السادسة. خلال السنة الماضية صرفنا وقت كثير داخل المدارس، الان نحن في المرحلة الأخيرة، ووجدنا على دعم كثير من منكم كلكم، وأنا كنا سعيدين أن هناك مشاركة من الجميع، وسوف نحن منتظرين إلى أن تكون المرحلة القادمة، حتكون من خلال 3 إلى 5 سنوات، ونريد أن ندلي بعض الملاحظات حول التجارب التي عملناها وحول الخطط التي سنجريها. الآن سأتحول إلى بعض عوامل القوة والفرص. الآن سنتحدث عن الأمور في هذا الفورم. أنا سأعرض عليكم ما هي الأمور، الفوائد والفرص عندما تنظر إلى التقرير الكامل. عندما نظرنا إلى الالتزام باللوائح والقوانين، ركزنا على موضوع الشمولية، وجدنا في البيانات أن هناك طلاب في التعليم العام، وكان هذا الطلاب موجودين وهم يتلقوا التعليم، وهذا كانت عوامل قوة. أيضا الطلاب الذين كانوا في جلسات خاصة أو خارج مدارس ألكسندريا كانت علاماتهم أقل من المتوسط، وهذا يعني أن هناك كانت جهود تم بذلها. الآن معلومات الطلاب الذين خرجوا من المدرسة، كان هناك معلومات عندما تأتي موضوع الآن الفرص للتطوير، المقاطعة التعليمية لديها هناك حاجة إلى تعزيز التركيز على الدعم، وهناك يجب التعريف أن وهذا يعني أن هناك نسبة من الأمريكان الأفريقي الذي لا يلحظوا بالعناية التي، وهناك بعض التغاضي عن الفرص التي تضاح لبعض الطلاب. أعتقد أننا تكلمنا عن أمور اليوم، مجال تتم تحقيق بعض الأمور المهمة، ولكن ما زال بعض الأمور فيها عجز، وستلاحظون هذا في التقرير الشامل. عندما يأتي هذا إلى الدعم المتعدد، هنالك أمور كثيرة. أولاً هناك عندما تسمعون نقول أن هناك في التقرير التي هناك قاعدة كبيرة أنت لا تبدأ من البداية، وهذا شيء ممتاز. هناك أمور قيادية نحتاجها في مقاطعات مدارس الإكسندريا، وهنالك تاريخ من التطوير في هذا المجال خاص، وهنا أيضا استخدام التكنولوجيا أصبحت متاحة،
والحقيقة أن الطلاب أصبح لديهم تكنولوجيا اليوم وفي بشكل واسع وعندهم القدرة على الدخول إلى معلومات كثيرة من الكتب وبعض الأجهزة وهذه الأمور وضعت كثير من التركيز على الحصول على معلومات. كيف المدرسة تعمل كان له تأثير ظاهر جدا للـ ACPS. بعض المدارس كانت عندها فروق يعني تعليمية بتركز على العملية وكيف النمو للطفل، وبعض المدارس الأخرى عندها تعليمات مختلفة أو لا هناك أي تعليمات برضو لتصميم التعليم عشان يشوف كيف مقدرتهم الفهمية. هنشوف هسه التوصيات الأساسية أو الرئيسية في هذه الفقرة عشان نشير إلى الأهلية. شيء من القوة بتاعتهم إنه هو لازم يكونوا مشاركين أولياء الأمر عارفين العملية، ومعظمهم في مستندات إن تحاول تأيد أو تدعم المتعلمين للغة الإنجليزية والناس اللي ذو القدرات المحدودة من المكتب بتاع تي ام في اوسيس اللي هم بيعملوا مع فريق المدرسة. من ناحية الثقافة عشان يستمروا بالنسبة لكيف احنا لإمداد المعونة او المساعدات بالنسبة لمختلف الطلبة عشان هم يتحصلوا على فهم وإيه بيساعد اطفالهم عشان يتحصلوا. هذه يعني العوامل الرئيسية لهم بالنسبة للتعليم والتدريس. كما قلت التعليم المختلط هي ناحية قوية وده استثمار هنا، وهذا واضح أو دلالية واضحة جدا بالنسبة للنمو بتاعه، وهذا لن يكون معلوم في هذا الوقت. لكن في بعض الاستثمارات بالنسبة لاختراعات أو المتوفرة لنا ولكن ليس مستخدمة باستمرارية، لكن هي متوفرة لدينا. يعني بعض الفصول بتركز ومتوفرة للطلبة الذين يحتاجوا لها، وهذا هو التركيز بالنسبة للتعليمات الاجتماعية بالنسبة للسنة المضت عشان كيف ينهجوا في هذه الفصول. وفي المساعدات التكنولوجية وأنا بنأيد بنركز على هذه إنه الأطفال لازم يشتروا بعض الاختراعات الموجودة أو الآلات تساعدهم بالنسبة لتحسين هذه. هتشوف إنه في مشرفين كما ذكرنا من قبل إنه الأساس موجود، لكن لابد إنه إحنا ننمو ونزيد في هذا المجال عشان نصل للمطلوب. لازم نركز بالنسبة لل يعني بالنسبة للتطور النموي بالنسبة للجروب اللي إحنا المجموعة اللي هتكلمنا عنها. يعني الفرق دائما ليس هي عارفة بالتأكيد بالنسبة ما هي الإعاقة. لازم إحنا نمد يد العون لهم، يعني لازم يكونوا عندهم إيمان إنه كل طالب ممكن وقادر، وإحنا لازم ننمي الأدوات لهم. وهذا نفس الشيء بالنسبة للتصميم والتشييد. إحنا شفنا يعني تشييد جيد في معظم الفصول، لكن تركيزنا هنا بالنسبة للتعليمات الخاصة إن هي تؤدي وترفع إن تساعد الطالب اللي هو ما زال يعني يكافح عشان يصل للطلب المنشود. هذه العوامل الرئيسية عشان تخلق الفروق. بالنسبة للتدعيم أو التعليمي في ذلك الوقت يعني المواضيع شوية انتقلت شوية من اتجاه بالعام، لكن احنا انتهينا بالنسبة للبيانات التحليلية بالنسبة للمدارس عشان يكون عندها خطط تعليمية، واحنا فهمنا الآن انه هذا مد المدة بتاعته. وهذا التفكير هذا يعني تجربة كويسة جدا عشان نشوف النمو في هذا الصدد والاستثمار في هذا بالنسبة لل يعني التعليم الخاص. بالنسبة للتعليمات الخاصة دي مستمرة عشان تمد الفرص اللازمة اللي هي رفعت أو اتمددت لأكثر.
التمارين موجودة بالنسبة للمسؤولين تاعنا المدرسة والممكن الحاجة الموجودة أو المحتملة موجودة، لكن الموضوع بس عشان إحنا نطبقها أو نقوم بتجهيزها. الفرص بالنسبة لتحسين المستوى يعني نرجع للخبراء وباستمرارنا والمداومة بتاعنا والتوقعات بتاعتنا، هذه استمرارية وبننظر فيها، ده بيجي على ناحية التمارين والتوقعات. هذا تحدي، وما زال بالنسبة لكل التوصيات ما زلنا عندنا تحدي في تركيز قائم ومتزايد، وخاصة في بالنسبة للتدعيم التعليمي من HR للتمويل وبعض مناطق أخرى. إحنا عايزين نتأكد، إحنا لازم نركز في هذا. في فرق متعددة بتتداخل مع بعضها، وهذه ليس خطة عشان نشوف التعليم الخاص فقد التعليم الخاص، لكن ده يعني برضو خلال كل العمليات الأخرى بنركز على كل التواصلات. وبرضو إضافة على ذلك، في انتباه المسؤولين في بعض الأماكن الفارغة، هم بيستمروا إنه يقووا ويدعموا الأساتذة والمسؤولين لكي علشان يقدروا يعني يوزعوا هذه المسؤوليات بين بعضهم البعض. لما نجي للتواصل والتعاون والاشتراك أولياء الأمر، يعني في عدة أشياء في هذا المجال. أولياء الأمر يعني نشيطين، وهم جزء من التواصل والمحادثة والموضوع، هم متحمسين جدا هنا، لكن ما زال يعني ده ممكن ننمي هذا المجال. وهذا تركيزنا من ناحية إنه تحسين هذا، لأن كل أولياء الأمر حزين، كل أولياء الأمر يستطيعوا التواصل ويكونوا جزء من التعليم الخاص بالنسبة لطفلهم. ممكن يسألوا أسئلة ويخشوا تبع الجاليات بتاعتهم والجمعيات. هذا كله تركيز لأنه أطفالهم يتحصلوا على التعليم الخاص، الآي بي التعليم الخاص، لكن لازم تفهموا أي المساعدات ممكن نقدمها لهم وأي المساعدات الممكن يطلبوها وأي نمو ممكن نصل له بعد مرور بعض من الزمن. أنا همشي أحاول للسيد ويل، هو عنده 5 توصيات وهرجع مرة أخرى أتحدث معكم. مساء الخير. حاجة من الأشياء اللي هي جينيفر أعادت النظر فيها يعني تعقيد الموضوع بالنسبة للعمليات ككل في جميع المجالات، بالنسبة للإقليم المدرسة بتاعتك وبالنسبة للمدرسة للفصول بتاعت المدرسة، لما تنظر عليها من العدسة أو من ناحية السجلات الموجودة، لكن برضو ممكن ننظر لجميع المجالات كيف هذا سيأثر الإرشاديات والتوجيه، وكيف التعليم كيف التوجيه يكون بالنسبة للطلبة من ناحية الخبرات بتاعتنا بالنسبة للتعليم الخاص والمدارس الموجودة في مدينة ألكسندريا. شيء من الأشياء التي نظرنا فيها ونظرنا في بعض المجالات وركزنا فيها أن هي ذات أهمية وأهمية متزايدة بالنسبة للنظر في العمليات، بالنسبة للبيانات وتحصيل البيانات وكل المعلومات الممكن نتحصلها بالنسبة لهذه العملية. حصلنا على بعض معلومات من بعض المناطق من ناحية المصداقية، وشفنا التطبيقية بتاعتها وخاصة التعليم الخاص، ودائما هو يكون في المقدمة عشان نصل إنه نغطي الثغرة بتاعت التعليم دي. ليس فقط نعمل إنه العمل مستمر وهو صعب بالنسبة للإقليم المدرسي أو الدراسي، لكن برضو قائم بالنسبة للأطفال وعامة في المدينة ككلها وليس في المدرسة الإقليمية. أنا عايزين نحدد أين المنطقة اللي هي متأثرة، وأول واحدة اللي هي ظهر لنا يعني من ناحية الدعم، وهذا نظر أخذتنا في القمة مرة أخرى إنه التأسيس للتعليم العام والإرشاد حصل للطفل أو الطلبة، يعني والفريق بتداخل هنا لجميع الطلبة اللي هم يعني بيعانوا إن هم عايزين يصلوا للهدف المنشود من ناحية التعامل والمساعدة، تقديم المساعدة. لقد نظرنا في مجالين اللي هو من المستوى الأعلى اللي هي أساس لهذه التوصيات. بعض من الأشياء التي نظرنا فيها يعني المباني، كما أنتم تعرفون موجودة المباني موجودة وعندكم الهيكل بتاع، لكن بناء على هذا الهيكل نبني على هذا الهيكل والعمليات الممكن ندخلها في هذا الهيكل
عشان نتأكد نصل للتأكيد بأن هذه هي مهمة جدا كتجهيز للمدارس الأقسام بتاعت المدارس للمستوى العالي من ناحية الاستمرارية. وهذا الفراغ الموجود عندهم هذه الصفات اللي هي عامة لما تنتقل من مدرسة إلى مدرسة وهي جزء من الأساس بتاع التركيب. بعض الاختلافات اللي احنا شفناها في المدرسة لكن ذات أهمية أكثر إنه التجهيز لازم يكون موحد اللي هو بواجه التعليم وبشوف الإعانة أو العون المحتاجين له ويقدر يساعده والتداخل مع الطلبة عشان هم يكونوا اجتماعيين. وبالنسبة للطلبة وبعض الهياكل الأخرى معنى التصميم العام أنه يقوم بتصميم شيء عشان يساعد أو يعالج الغرض منه التعليم. شو جزء من هذا التوحيدية والإيضاح العملية أن احنا ننظر إلى هذا أنه يتم وهذا مجهز بأعلى مستوى عشان هو ينسجم مع هذه الاستمرارية وهذا التواصل. القسم بتاع المدرسة والتعليم انت عندك الهيكل بتاع التعليم وعندك الاتجاهات لكن هذه الأشياء تتطلب أنها تستمر بدعم متواصل من ناحية التمارين والإمكانية بتاعت المباني عشان التمارين تكون نبني عليها الثقة ونطبقها عشان الأساتذة تجي وتمشي والمديرين بيجوا وبيمشوا. فإحنا لازم نستمر في هذا المجال عشان نتأكد أنه هذه المناطق أو هذه المساحات لازم يكونوا فاهمين جدا من ناحية التركيب بتاعها ومجهزة بأعلى مستوى من الاستمرارية. في مجال الثاني من يعني النظام العوني ذات طبقات في عدة خطوات هنا يعني مهمة جدا عشان تقوي العنصر أو الأساس كما ذكرت. مرة أخرى ننظر من ناحية الثقافة أو التقدم وحل المسألة. كل الطلبة بيعانوا بيحاولوا يصلوا للحل المناسب للمشكلة فهو لو تحصلوا على التعليم التدخل التعليمي من الفريق يشوفوا إيه الأسباب المسببة إنه الطالب عشان يقدر يحل المسألة أو العملية بتاعة وجود الحل أو العلاج. القيادة مهمة جدا إنها هي بتأسس يعني من ناحية التأديب الشعبة بتاعت التأديبية أو القيادة فريق القيادة يستمروا على التمارين اللي هي يعني معدومة أو معزولة. هذه وثيقة كبيرة جدا وطوروها وتواصلوا فيها لكن ضاعت يعني مع الوقت يعني كالدليل الموجود يعني تدخل عربية بنزين وما تشتغل العربية يعني من هذه الأسس بعض يعني زي معضلات هنا وهناك لازم نركبهم مع بعض عشان نتواصل. فلازم ننظر فيها مرة أخرى ونحاول نعيد يعني إنشائها مرة أخرى عشان نصل للنمو والخطط التدريبية والتركيب للكورس والاتجاه والقيادة عشان توصل هذا الموضوع. الناحية الأخرى كانت من ناحية المسؤولية يعني كل حاجة هي عبارة عن وزن الأمور. في كل هذه المجالات اللي بنتكلم عليها بنتكلم عن الميزانية أو الوزن بين المصداقية من طرف يعني هي موجودة لكن أيضا برضو ننظر إلى بعض النواحي اللي هي مفروض إحنا ننظر فيها ونتساوم فيها من ناحية نشوف التداوم والاستمرارية بهذه المدارس والتمارين أو التواصل المتبع عشان نتأكد إنه كل شخص هو في نفس راكبين في نفس المركب وعشان نتأكد إنه كل المسؤولية دي أجزاء بتاعتها كلها موجودة في نفس المكان وإحنا نجهز يعني عشان نصل لكل المدارس عشان تقدم الخدمة اللازمة لكل الطلبة. المنطقة الأخرى اللي هي مستوى عالي هي من ناحية الإحالة أو الامتحانات. ولماذا هذا مهم؟ لأنه في تأسيس قوي جدا من ناحية التعليم العام من ناحية التوجيه والتداخل بالنسبة للطلبة. هؤلاء الطلبة بيستمروا يعني ما زالوا بيعانوا
ولما ننظر إنه كيف يحلوا المشكلة أو المسائل اللي بيعانوا منها، فهذا بينظر للتعليم كيف يستمر التعليم، ما هو العملية لاستمرارية التعليم، ونلجأ للإحالة، بنشوف الامتحانات، بنشوف التأهيل بتاع الطلبة بالنسبة للخدمات اللي هي تحت التعليم الخاص. يعني مهم جدا في الحقيقة يكون عندنا يعني تحاليل جيدة جدا بالنسبة للبيانات المتوفرة عن طريق المدرسة بالنسبة للطلبة الذين يعانون. ننظر لهذه البيانات ونبحث ما هي الأسباب المؤدية إلى هذه اللي هي بتصهر في هذه المدارس، وإيه الاختلافات المنشقة الظاهرة هنا. ربما نجد بعض الأسباب خلف هذه، وكيف نجهز بالتالي استراتيجية عشان نواجه هذه العوامل. بعض الأشياء من الوضوح أنت عاوز مساعدة، وطبعا في بعض الطلبة اللي هم يعني اللون بتاعهم أسود، يعني عندهم يعني من ناحية عاطفية أو انزعاج من الناحية العاطفية. من أين قدموا هؤلاء الطلبة؟ ما هي الأسباب أو العوامل التي سببت ذلك؟ كيف نقدر نساعدهم هؤلاء الطلبة؟ هذه مجرد أمثلة أو أسباب عشان تنظر للاتجاه أو البيانات الاتجاهية. الطلبة بتحصل على الخدمات، لكن عايزين نخدم الطلبة المحتاجين عشان هم برضو يصلوا لتعليم أحسن ويتحصلوا على دعم أحسن، وهؤلاء بتحصلوا على هذا عشان ينجحوا في المجال التعليمي أو في المنهاج التعليمي. عندما نتكلم عن الإدراك والتدخل السريع في عندما الأطفال المستثنيين، عندما نفهم الإعاقة المبكرة، نتحدث عن المواضيع الفحص وما هي الإعاقات، ونفهمهم عن المدرسة، الانتقال إلى مناطق أخرى، ونبحث عن التعليم العام، التدخل، كيف يتم التدخل، وعلى المدارس أن تتأكد كيف أن تطبق الأمور هذه بأمانة. المدارس هذه تستفيد من الأطفال الذين يتم التدخل ومساعدتهم في وقت مبكر، وعلينا أن نتأكد أن هذه العملية شفافة، وأن هؤلاء الأطفال يتم توفير الدعم المناسب لهم. في موضوع مدرسة تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها، يعني هناك مواضيع كثيرة يجب ممارستها، وهناك أمور كثيرة جيدة علينا أن نفكر فيها، علينا أن ننظر إلى الإرشادات، كيف يتم تحديد الاستحقاق للطلاب الذين هم يتكلموا بلغة غير إنجليش في البيت، كيف يتم استخدام المصادر، كيف يتم استخدام التقييم المناسب، كيف يتم تضمين الثقافة في هذه العملية. عندما ننظر إلى هذه الأمور كلها، وعندما نشرك الآباء وخاصة الأطفال الذين ليس عندهم إعاقة أو الذين لا يتحدثون باللغة الإنجليزية كلغة أم، كل هذه العوامل التي تعطينا مؤشرات للاستحقاق. القسم 5 و4 هذه منطقة أخرى حيث لدينا إرشادات، وعندنا قاعدة قوية حول مواضيع الممارسات، هناك تحديث لهذه الإرشادات، نحضر التغييرات الجديدة التي نحتاجها التي تستند على القانون والقواعد، وندرب المعلمين الذين يطبقون هذه الإجراءات بشكل آمن على الطلاب الذين يحتاجون إلى هذه، والطلاب الذين يحتاجون إلى هذه الحاجات، خاصة في الأمور الأكاديمية، خاصة الاختبارات والأمور الأخرى. المنطقة الأخرى التي هي مهمة جدا، التي تثير مثلا هي كيف أن نتوقع أفضل تحصيل أكاديمي. يجب أن نواصل على بناء ما تم عمله في المقاطعة، بالإضافة إلى ما أنا أظن أن الطلاب ممكن أن يحققوه،
ولكن بناء نظام متعدد في مجتمع متعدد الثقافات يجعلنا نتطلع إلى بناء نظام شامل يشمل الأسرة والطلاب وكما ويضمن الطلاب ذوي الإعاقة. وعلينا أن نتأكد أن هناك عناصر مهمة يتم تضمينها مثل التعليم العام. الأهمية أن نعرف أن الطلاب لديهم مدخل إلى التعليم في أي وقت خاصة التعليم العام وكيف أنهم يستفيدون من التعليم. بما في ذلك نتأكد أن هناك تعليم متاح للطلاب ذوي الإعاقة وهناك معايير محددة يتم استخدامها وهناك تعليم خاص متاح وتعليم عام. هذه العناصر كلها تدعم الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام وتوفير لهم المساعدات وكذلك الإجراءات التي تتم عن طريق الIEB وأيضا يتم تدريب المعلمين. وهذه كلها عناصر مهمة جدا في التي تجري حاليا بغض النظر عن مكان وقوع حدوث التعليم. وعلى الطلاب أن التأكد أنهم يحصلوا على هذه الخدمات بشكل مستمر. عندما ننظر إلى هذه المناطق في موضوع التفاؤل ورفع سقف التوقعات من المهم جدا أن نركز على أهمية التحصيل الأكاديمي وأيضا علينا التأكد أن هناك ارتفاع في التوقعات والقبول وعلى المدارس أيضا في المدرسة أن هذا الجزء هو مهم جدا خاصة للأطفال الذي هما ذو احتياجات خاصة عن طريق تنفيذ الأمور التي هي مطبقة. ونحن نعمل قرارات حول أمور كثيرة وعندنا إجراءات لدعم الطلاب وكيف كيف نرفع من سقف التوقعات للتعليم ونستثمر في وكيف أن الطلاب يستفيدوا من التعليم الذي يتلقونه. نحن ننظر إلى كيف يتم تطوير وتنفيذ بعض المسوحات التي تفيدنا في قياس عمل المدرسين وليس فقط عمل المدرسين ليس فقط المدرسين هم اللي يعملون على الطلاب ولكن علينا تحليل هذا ونضع مثلا توقع كيف المدراء عليهم أن يشرفوا على التحصيل العلمي العالي. الأمور الأخرى التي هي مشمولة هي الممارسة. الأمور التي نعملها بشكل جيد في المدرسة هي أنت تبدأ المؤسسة بأمور واضحة وطريق واضح. من المقاطعة بدأت بشيء ممتاز وبدأت عندها خطوط عريضة في موضوع التعليم وعندنا عملنا أمور مهمة وقرارات وتم تعزيز الممارسات التي وجدناها مفيدة خاصة على الطلاب ذوي الإعاقة. ولكنكم يجب أن تعرفوا أن هناك تطور وهناك وأن التطور الممارسة تحتاج وقت إلى أن تؤتي ثمارها. ولكن عندما نبني على ما تم تأسيسه من خلال جميع المدارس وذلك من خلال التطوير المهني ومن خلال تطبيق ما تم تعلمه كل هذه الأمور تعتبر أنها إثبات أنها تم تطبيقها بفعالية. وتأتي بعضها من المدرسين ماذا يمكن يعمل ويشعر المدرسين مثلا المدرسين تطوير استراتيجيات المدرسين مرة ثانية تقديم تعليم أكثر وتعاون أكثر لتطبيق هذه لا يمكن أن يحصل بمنفرد يجب أن تبنى عن طريق عملية شاملة
وهذه العملية الشاملة يجب أن تتم عن طريق استشارات، وهذه تم بناء هذه العملية التشاركية وما زالت مستمرة من أجل بناء هذه القوى. الإجراءات الموجودة حالياً وفي أمور غير مثل المسؤوليات الجدولة، كيف يتم الإشراف على الفرق، وكيف يتم الإشراف على التنفيذ، وكيف يتم معرفة كل هذه الأمور. على سبيل هذا في هذه السنة ليس لدينا فقط هي إشرافات على التدريس، ولكن عندنا إجراءات أخرى في وهي لمعرفة كيف أن الجميع وصلوا إلى مستوى نفس المستوى من الدعم. الناس الذين يقدموا هذه الممارسات عليهم أن يواصلوا بناء الثقة في تطبيق هذه التعليمات. في موضوع الممارسات الشاملة، هذه الإجراءات كانت مهمة جدا للتأكد أن الطلاب حصلوا على التعليم، وتأكد من أن هذه الأمور تم تطبيقها بشكل جيد، ولا بد أن نتأكد بأن هناك إرشادات واضحة كيف يتم التجاول وكيف يتم تدريس الطلاب خلال السنة، كيف وكيف يتم مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا إيجاد بعض الإرشادات حول كيف أن المدرسين المساعدين يساعدوا. كيف هناك أمور كثيرة تحصل في بعض المدارس، المدرسين لديهم بعض الجداول، وبعض المدرسين ليس لديهم الوقت الكافي، وهناك أمور مفهومة في هذا الموضوع، ولكن كيف المدرسة تعمل على تنفيذ هذه البرامج. في المنطقة الأخرى هي موضوع الفريق، علينا أن ننظر كيف يتم صنع القرار في المدرسة، وكيف يتم انتقال إلى المناطق التي تساعد الطلاب، وهذه الفرق كيف يبنوا خطط عن طريق مشاركة المدرسين وإيجاد المعايير المهمة لتدريب المدرسين، وكيف نجب أن نحتفظ بهذه الفرق مع بعض خلال السنة، لأن هذه يتم بناء علاقات مهم، عمل مهمة جدا بين الأفراد التي يدعمون، وأيضا إجراء بعض المراجعات على عمل هذه الفرق، وأحيانا هذه الفرق تعمل وأحيانا لا تعمل، وعلينا أن ننظر إمتى يجب علينا أن نرتب هذا الفرق أو إضافة أعضاء جدد من أجل أن نخلق فرق تخدم الطلاب. بالنسبة لموضوع ممارسة المشاركة في دعم الطلاب، أنت تدعم كثير من التطور الذاتي وبما في ذلك الممارسات. الآن نعود إلى موضوع الاستمرارية، موضوع وكيف الأمور التي يستفيدوا من التدريب الموجود، والتدريب هو نفسه مطلوب، والمسؤولية تحمل المسؤولية أيضا. عندما تتكلم عن الجداول، عندما تتكلم عن فرق، عن وقت، عن خطط، عن كيف تلبي احتياجات الطلاب، أنت عليك أن تدعم تعليم عام في فصل عام. عليكم أن نعمل بشكل جدي حول تنفيذ هذه الإرشادات بشكل أمين، ويجب علينا أن نجد الآلية نجعل الناس تحمل مسؤوليتهم. عندنا أدوات تم تطويرها في هذا المجال، ويجب علينا أن نشوف البيانات ونحلل البيانات، وعلينا أن نقارنها خلال الوقت وننظر ماذا تم تطبيقه وماذا لم يتم. الشيء الأخير الذي يركز على موضوع التعليم في منطقتي،
هذه هي إحدى المقاطعات التي فيها نحن لا نرى هذا في مقاطع كثيرة، ونحن في مقاطعة ركزت على أمور مهمة جدا في موضوع التعليم، ووضعت موضوع الآي بي مختلف جدا، وركزنا على دعم الطلاب، ولم نركز فقط على دعم الطلاب المحتاجين، ولكننا أيضا وضعنا بعض الأدوات من أجل أن نضع الناس كلهم في نفس المستوى ويتلقوا تعليم بشكل. علينا أن ننظر إلى البيانات الموجودة لدينا التي تم جمعها بناء على ماذا عملنا في الماضي، وأيضا بناء على الIEP علينا أن نركز هل تم تطبيق هذه الأهداف التي في الIEP، إذا تم تطبيق هذه الIEP بشكل أمين في المدرسة يجب علينا أن نرى أنها تم تطبيقها بشكل. عشان نجد النمو بالنسبة للطلبة عشان يستلموا هذا المساعدة اللازمة مع التوصيات التوجيه المصمم الخاص لهذا التدخل الهادف. أنت سمعت كل الأسباب أو كل الأهداف اللي تكلمنا عليها، هذا مهم جدا عشان الناس تستمر في هذه التدريبات، هذا جزء مهم يستمروا، يكون عندهم نوع من الاستمرارية من سنة إلى سنة. هذه هي الأشياء عشان إحنا نقوم بالتجهيز المفروض ولازم يفعلوا ذلك، وبمراجعة هذه الجداول الإرشادية يعني هي موجودة في مكانها. هذه الأدوات لازم نراجعها من وقت لوقت عشان نشوفها هل هي متواشة للتوقعات بتاعتنا بالنسبة لجمع البيانات، وهل بتعالج المشاكل والتركيبات والدعم الضروري بالنسبة للأداء الطالب والنمو الطالب. هذا هو أول شيء مهم. هذه خمسة مناطق أو مجالات، هذه كلها يعني في نفس الخط بالنسبة للطالب، لكن هذه التعليمات للناس ذوي الإعاقة الذهنية المحدودة. أنا أعتقد عندي أنا شيء إضافي هنا. هذه يعني هذه بتوضح بالنسبة للتواصل ومن ناحية المهنية النمو المهني. يعني احنا اخترنا هذه المستويات لأنه كل مستوى له صلة مع الآخر، وهذا بيؤدي إلى أهمية العمل من ناحية الأهمية بتاعت التوصيات والمشاركة اليوم. رقم 6 التوصيات بيورد على القيادة والمحسوبية المسؤولية. احنا كنا نتكلم على ذلك. انا هسه عندي الفرصة اتحدث اكثر. لقد تحدثنا بعمق بالنسبة للتوصيات وبنركز على المصداقية أو المسؤولية من دون تركيب أو اتجاهية لن نصل للتوقعات المفروض كإدارة وكمجلس مدرسة، لن تصل لأي تغيير، وهذا عامل رئيسي لتطبيق هذه التوصيات. كل ذلك يؤدي إلى تحسين التواصل والاختراعية هذا يؤثر على السلوكية، لكن لازم يكون فيها تأكيد من القسم أو شعبة المدرسة. كما تحدثنا لن تكون واضح بدور المركز الرئيسي لدعم الطلبة اللي هم عندهم يعني إعاقة ويحتاج إلى تعليم خاص، والمدرسة هي بتقرر إيه هو التركيز المطلق بالنسبة لازم هي يعني تحدث ذلك. يعني النمو المتواصل أو المندمج مع بعضه كما ذكرنا في عدة مستندات وعدة سياسات مختلفة، لازم نجعلهم يعني مندمجين مع بعض ومركزة عشان نقدر ننظر للمحادثات التي لم نتحصل عليها في الماضي، وهذا يؤدي إلى المسؤولية. وأخيراً
نقوي المكتب الرئيسي اللي هو الخاص بهذا التعامل. لقد اعتقدنا أن هذا خياري وأن هذا لازم نعمله. سمعنا من ذلك من مسؤولين المدرسة موظفين، وهذا لازم ينظر في هذه الاستمرارية والمسؤولية، هذا يكون واضح شفافة مواضيع عشان نقدر نستمر فيها، وهذه التعليمات ستوصلنا للهدف الأخير. وبالنسبة لسبعة للتعاون التداخلي بين المؤسسات أو المصلحات تحت المدرسة، لازم يكونوا يعملوا مع بعض، يقووا التواصل بين بعض، وإحنا بننظر للبيانات بتاعت كل مجال وبنزيد مثلا عشان نعزز هذه. بالنسبة للمصادر بتاعت الإنسان نستمر في هذا ونشوف كيف يعني نعين الناس، وركزنا لبعض التحصل البيانات والمعلومات لعدة أقسام، وننظر للموارد الخاصة وما هي الطرق المختلفة عشان أنا نقدر نعين، وبرضو نحتفظ بهذا الموضوع للأمام. خدمات الطلبة من ناحية هذا التعاون في هذا المجال بيركز على MPS، ينظر لكل هؤلاء الطلبة ككل، ومن ناحية أكاديمية ومن ناحية سلوكية، بعدين في التعليمات الأولية والثانوية كيف تعين الناس وما هي القرارات المدرسة بتتخذها، بتركز على هذا المكتب. وأيضا خدمات اللغة الإنجليزية كما ذكرت في البداية، كان في سياسات وكان بعض الأعمال جيدة جدا ونفذت للطلبة الذين لم عندهم الاستطاعة، عندهم يعني معضلة في اللغة الإنجليزية، فعشان يقدروا يتابعوا هؤلاء الطلبة لتحسين أدائهم. فعندهم فريق معين ليس فقط عشان يقابل أو يحقق هذا المجال، لكن عشان ينظر في علاج لهؤلاء الذين يحتاجون إلى هذا العون. لما نجي للمعلومات المساعدة لازم نتعرف بين الـ OSI and HR ما هي الأهداف بتاعتهم المنشودة، ويكون في يعني التعاون المستمر، يعني هذا لازم يكون يعني مستمر من ناحية روتينية، ويحدث لجميع وجود الحل للمسائل التي تتطلب العلاج المثالي. هتسمع كل شيء. لازم تأسس وتركز بعض المسؤوليات والتعاون. نعم، احنا وصلنا لبعض الخطوات المتقدمة في هذا الموضوع. نمرة 8، تعيين الموظفين او المسؤولين تعني المدرسة والاحتفاظ بهم والأخلاقيات بتاعتهم. هذه عندنا كل الأشياء بالنسبة للموظفين. التوصيات هنا في عدة مجالات مختلفة، يعني يكرس وقت أكثر ومصادر للتعيين المتعمل بما فيه مقياس الأداء. يعني هذا عملية يعني مستمرة ومتقدمة، لازم تصل للجامعات عشان تشوف إيه أنت بتعمل عشان يكون عندك دور فعال، ومستمرين في هذا الموضوع. تقدم أساتذة جديدة، هذه العوامل الرئيسية أرضي نظرنا فيها بالتأكيد. من ناحية المهنيين لكي نتأكد لما هم يجوا ويبتدوا العمل عشان نقدر عندهم الدعم اللازم عشان هم يستمروا لوحدهم في المسؤولية، وتدريجيا يتقدموا لتحمل المسؤولية، لكي لا يقول هذا ليس لي وما عندي المساعدة اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، ليس كل شيء في البداية كمرحلة أولى يعني بينجح، لكن حنستمر في هذا المجال، وهذا مهم جدا من ناحية التعيين للأشخاص الجدد، وبرضو تجهيز أو تطبيق التعليم المهني أو أنظمة التعليم المهني عشان بالنسبة للمناطق الهامة. وكل واحد لازم يفهم إنه هذه مناطق متخصصة، إنه هي لازم التعليم المهني يحصل، وأنا لما نستلم وبنوصل. يعني في مرحلة هنا تعليمية، لكن عشان لازم للطلبة الأساتذة يتعاونوا ويتداخلوا مع بعض، ويكون في تقرب عشان يتعرفوا أين المناطق الذين يحتاجون للمساعدة وما هي المساعدة التي سيقدمون فيها. هنمشي إضافة بالنسبة للأفكار من ناحية التعيين الموظفين.
وكما ذكرت احنا بدأنا في ذلك وبدأنا ننمي هذا وعملنا برامج في هذا الصدد بالنسبة للجامعات والمجالات الأخرى وما زلنا مستمرين في هذا النطاق لكن نظرا نركز بالنسبة للتسعير بتاع الأشياء هذه خلال الوقت أو بضع السنين عشان نفهم ما هي المواقف أو الهدف اللي عايزين نصل له يعني تتابع أو رقابة كل هذه العوامل بالنسبة من كل مدرسة عشان نشوف ما هو الحافز في ذلك هذا يعني على كل حال مقبول لكن نشوف إذا هم عندهم شعور عندهم يعني أساس قوي وأيضا نحن نشجع نمشي خطوة إضافية من ناحية داخلية ليه أنت عايز تظل في هذا المجال ليه عايز تترك هذه يعني محادثات صعبة شوية لكن نحن نعتقد أنها بتسمح لنا كأساتذة في للأساتذة في مستويات مختلفة اللي هم الأساتذة الذين ظلوا هنا مدة سنين طويلة الأساتذة الجدد ممكن يتعلمون من هؤلاء من ناحية الخبرة ومن ناحية المهنة بتاعتهم ومن ناحية المهنة ممكن نديك معلومات أكثر مع مرور الوقت وأيضا نمو هذا الموظفين في بعض الوركشوبس ممكن تستمر يعني هي أنت تحفز بالتقرب لهذا المجال ممكن تمشي لهؤلاء الوركشوب تتعلم منها أو تستفيد منها وهذا يعني إحنا في هذا المجال مستمرين عشان يشوف من ناحية الداخلية وبرضو خارج التعليم الخاص نشوف طرق عشان نحمس أو نحفز هؤلاء عشان يصلوا للتعليم الخاص ونجد ناحية المالية نوصي في البداية إنه نقوم بالتحليل يعني كيف نوزع أو نخصص هؤلاء الموظفين عشان نتأكد في مستوى آخر أو تحليل آخر إحنا نشعر إنه لازم يحدث هذه هي المدارس ودي التمارين أو الجداول بتاعتهم واحتياجاتهم لما نقوم بكل مدرسة على حد ذاتها نشوف ما معنى الكفاية وما معنى الاكتفاء عشان نصل لهذه البيانات أو المعلومات دي كل هذه المصادر محددة وموزعة بتجي عشان نحدد الطلبة بالتالي هذا مستوى لازم ننظر فيه برضو ننظر في عين الاعتبار أنتوا لازم تقدم يعني خدمات مثالية أنا من هنا هطلع من هنا لكن عايزين يعني يكون الموضوع انسيابي يعني يكون موضوع حفازي وشجع للمساعدة من المركز الرئيسي أو المكتب الرئيسي من المدراء بتاعين المدرسة أنت عندك يعني خامة جيدة جدا هنا كيف هم مدربين لذلك فالاستمرارية في هذا للمساعدتهم عشان يتقدموا ونمد الدعم المادي برضو لهم أنا عايز أتأكد أن هذا يعني موجود خطوة أخرى كما ذكرت نحلل هؤلاء الأساتذة عشان في اختلافية هنا بيناتهم ونخصص المواضيع المختلفة أو الخدمات المختلفة الممكن نقدم لهم بالتساوي ننظر برضو للمصادر الشخصية بتاعت العاملين أو الناس هل متوفرة كيف الأساتذة بيقسموا يومهم من ناحية الجداول هل في طريقة فعالة أكثر بالنسبة للطلبة لم نتكلم بأكثر في هذا المجال لأنه شعبة المدرسة يعني هي مخصصة أو موزعة لبعض بعض الأقسام فبتضع على طرف في يعني IAD المالية بتاعت IAD Fund فالطلبة أهم أول لتعليمهم الخاص هذا خلق يعني تغيير من ناحية تخصص الأشياء بالنسبة للولاية بالنسبة لتوقيع لتأكيد فهذه بالنسبة للتفاوت النسبي بكل هذه المجالات أيضا إضافة لذلك نحاول نستمر في التشجيع لكل شعبة مدرسية تحدد أهدافها وتتابع خلال الوقت إن شافت في أشياء فعالة طلع نهضت أنا لا أستطيع أن أذكر هنا في شيء واحد إنه يعني ظهر للسطح
في بعض الأماكن عندنا أشياء مستمرة على الإطلاق، شيء من هنا وشيء من آخر من ناحية الأخرى. نضع نظرنا على هذه الأشياء. أنتم عارفين المواجهة اللي بتواجهوها من ناحية المالية، يعني خلي عينكم قريبة جدا، وهذا النمو ماشي يعني روتينيا، وعشان تصلوا للنمو اللي أنتم عايزينه. إذا في أي سؤال نمشي لرقم 10 بالنسبة للثقافة والإنصاف والتداخل الأولياء الأمر في الموضوع تجاوب. يعني كل التقارير اللي وصلتنا يعني من ناحية كفريق احنا جعلنا يعني هذا توصية خاصة، وقررنا انه لازم احنا نكون ننفصل لوحدنا عشان احنا نقدر ننمي ايه اللي احنا بنعمله من قبل، لكن برضو نشارك الأولياء الأمر في الموضوع، ولو ما اشتركوا نسبة لثقافتهم نسبة للعامل اللغوي، يعني لازم نديهم حق الوصول والتقارب والاشتراك. أيضا نشجع المدارس عشان تخلق هذا الاحترام الوافر، أو عشان في بيانات بتوضح إنه المدارس عامة هم يعتقدوا هم يفعلون ذلك، لكن أيضا في ثغرة إنه إحنا ممكن نحسن ذلك بمقارنة إحنا بنعمله من ناحية المحادثات. في اختلافات هنا، كيف إحنا نخلص من ذلك، وكيف نخلي إنه الأولياء الأمر هم يعني إحنا عايزينهم مرحبين بهم عشان يشتركوا معنا، وبرضو يعني نحتفل بذلك. في يعني جاليات مختلفة نوعية كبيرة، كيف يعني ماذا عشان تخلق طالب جيد، ماذا يتطلب ذلك؟ يعني تنظر تكون عندك رؤية للمستقبل، وأي رسالة أنت تقدر توصلها اللي هي ستصهر مراحل التشجيع والاحتفال بالنسبة لهذا الطفل. جزء من ذلك وصلنا يكون عندنا بيانات يعني رؤية أنه نشارك فيها العائلة، هل هم عرفوا إيه معناها وما هو مفهوم من ذلك، وخاصة لذلك يكون في تركيز على التعليم الخاص. مرة أخرى التوصيات اللازمة بالنسبة للتعليم الخاص، إحنا ما عايزين نفقد هذا أو ما نرى هذه الرؤية. القوة هنا والعلاقة بين المدرسة وتبني علاقة الثقة لازم تتمدد وتصل لأولياء الأمر وللعائلة، لهؤلاء العائلة اللي لهم أولاد لهم إعاقة. ننظر للخطط اللي هي مركزة أو مرسخة من قبل، ونقيس نصل نشوف إذا هل هي لها تأثير وفعالية أم لا. واحد عشرة. بالملخص عندنا بعض المواضيع هنا، احنا عايزين نأكد في بعض عوامل رئيسية عشان تساعدنا على القيام بذلك، عشان ما تفقد يعني القوة بتاعتك هنا. واحدة أهم أشياء للأداء للنظام المدرسي وليس النظام الخاص على المدرسة، لازم نركز على ذلك ونعمل جميعا من أعلى لأسفل ومن أسفل إلى أعلى. الجزء الثاني يعني حسب المؤشرين نركز أو نرسخ تعمل أشياء قياسية للشخص، وأنا أشجعكم تعمل وقت معين، تحدد وقت معين 3 سنين 5 سنين يعني مهمتك، عشان تشوف بعض المؤشرات التي هل وصلت للغاية اللي أنت عايزة. نعمل مجال رسم عشان نشوف هل هو موجود في الهورايزون هنا، هنصل له أم لا، عشان نعرف هل نحتاج إلى استمرارية. لازم يكون عندك هدف عشان تصل لهذا، وعايزين نشوف كيف في نمو عشان نقدر نقيس، وهذه الخطة هذا يساعدنا كيف أنت تقدر تستطيع أن ترى. والاستمرارية عندك الهيومن ريسورسز المصادر العاملة أو الإنسانية، هذا تطلب بعض مصادر إضافية، بعض منها يعني هي بتكون تحديد المصادر أو تغيير أو عشان ترفع أو تعمل شيء مختلف. يعني بس تعرف لازم تكون على علم بأن هذه المصادر، هذا التزام من ناحية الموارد، هذه الخطة
يعني هي من ناحية استراتيجية حاجة ابتدائية. هذا ليس شيء أنك تتعامله، لكن في اتصال مباشر لما تمشي لشعبة المدرسة والشغل أو الخطة اللي أنت وضعتها للتنفيذ. يعني يكون في مسؤولية شعبية، يكون في شفافية في الموضوع وفي تواصل بين الكل. أنا أشجعك في هذا النطاق. وأيضا يعني المعرفة، يعني في بعض الأشياء يعني أنك تجدد السياسات أو النظام، يعني في أشياء هتأخذ مثلا ما بتأخذ مدة طويلة، هذا واقعي جدا، ممكن تأخذ 3 إلى 5 سنين. فهذا هو الوقت الملزم عشان نقدر نشوف النمو الحصل. بعد هذه التوصيات ككل، يعني ببعض عناصر موجودة في المدارس الأخرى، يعني هي بتختلف من ناحية الدرجات. في بعض المناطق ممكن تكون في أشياء يعني وصلوا مراحل أبعد من ناحية المواصلة والتمارين أو التدريبات. هذا التغيير ممكن يعني هياخد وقت أطول لو حاولنا نغير. فأنا يعني بنشجعك على هذا التركيز، وأنك أنت لازم تعرف إنها هتاخد بعض السنين. هذه أمثلة من ناحية النجاح عشان تقيس النجاح. واحد من الأشياء تقول الـSPP، مؤشر SPP، يعني هم بيشيروا لهذا البلان. لما تخرج من ذلك عاوز يعني في فصيلة معينة بتساعد. بالرغم من ذلك إنه بعض التحديدات هذه يعني هي أقل في بعض الولايات، يعني هي موزعة نسبيا لمعظم الناس. بننظر لهذه المجال، هذه يعني الاختلافية في التناسب أو النسبية، يعني من ناحية التطوعية أنت بتحاول تمنع ذلك لكن ليس مطلوب منك. يعني هذا بيساعد إلى الاتجاهات عشان أنت تقدر تتعرف عشان توزع بالتناسب. يعني في يعني مرحلة بتاعت ارتخاء أو جمود ركود. يعني المقياس الوحيد اللي يوضح النجاح هو عشان تشوف يعني المؤشرات، يعني ما تكون هي راكدة لكن هي متحركة، وهذا نوع مقياس واحد. أن إحنا جبنا بعض البيانات من ناحية التعيين المهنيين أو المسؤولين المدرسة، هم بيشتغلوا من ناحية المصداقية أو الأمانة MTSS. في بعض معظم ربع المدرسة ليس هم مجهزين بهذه أو موجودة عندهم هذه الأمانة، لكن في تقدم نحو الIEP أو الأهداف بتاعة التعليم الخاص ناقشناه. يعني في 60% من الأساتذة مؤكدين أو مؤيدين ذلك، لكن كأولياء الأمر إحنا لازم نزيد النسبة المئوية من ناحية تعيين الأساتذة، ويكون في توقعات كبيرة منهم. والأخصائيين المعالجين معظم أولياء الأمر بيعتقدون ذلك، وبتختلف من كل من حسب الدرجة بتاعت الطالب، حسب الفصل مختلفة متفاوتة، لكن هذا يعني ماشي لأسفل من ناحية الطلبة. لازم نتأكد يعني نحن نقدر نقيس من ناحية عالمية، ونحسب يكون في إرضاء أو إحنا مقتنعين من ناحية التعليم. هذا إنه طفلك عنده الIP ده، هل هو تحصل على التعليم المناسب له؟ وفي بقول 61% من المجموع. في التلخيص ذلك، إحنا وضعنا الخطة وعندنا لكن هذه الاستعجالية ويعني التزام لازم يستمر طواله. عاوز يكون عندك حافز وعاوز منك تركيز يعني لتطبيق هذه التوصيات. يعني ما ممكن يعني ما حترجع بعد 5 سنين من اليوم. يعني لازم نحلل مرة أخرى، نشوف أين مناطق القوة ومناطق الضعف. يعني لازم يكون في تركيز قوي ورؤية بعيدة. نحن نشعر يعني بفرحة جدا يعني أنك أنت مرحلة، أنت جزء من هذه المرحلة، مشتركين معنا وعندك الابتدائية والتركيز، وأنك أنت عاوز تستمر إلى الأمام. لكن هذا يأخذ بعد تحديد المصادر في بعض المجالات، والمدرسة برضو عندهم الهدف في ذلك، وهذا يعني لازم يكون في مسؤولية. وأخيرا دي من ناحية الثقافة والتراث، يعني هذا بتلمس بعض المجالات الأخرى. يعني كل أستاذ معين هنا عنده توقعات كبيرة بالنسبة للطلبة ككل،
ويشوف المعوقات اللي بيعاني منها الطلبة. هذا يعني ده الخام أو المحور بتاع أو التركيز هنا. الخطوة الثانية كما قلت يعني كان يوم طويل عشان نصل هنا. ماذا نفعل بعد ذلك؟ نحن متوقعين في هذا الصيف أن كل واحد منكم يكون عندكم التقرير في شهر 6 في يونيو، وعندنا الفريق القيادة متكون من 9 إلى 10 ممثلين من الناخبة من الناخبين، عندهم مركز الرئيسي من مركز التعليم التركيزي أو الإرشادي من الإدارة بتاعت المدرسة، وعندهم المعلمين الخاصين والأساتذة العاديين والفريق اللي هم زي 9 مكون من 9 لجنة اللي هي بتقود هذا. وهذا الفريق هم عملوا قاموا بعملية أو خطة كيف يقوموا بتجهيز التوصيات والأهداف. نحن عينا 36 ناخبين إضافيين هم برضو مندمجين معنا في هذه اللجنة القيادية، وأيضا وقسمناهم لأربع فروع لجنات فرعية، وكل مجموعة هي بتدير وهم هيوزعوا كل واحدة على حدة. وقسمنا كل هؤلاء التوصيات الموجودة وضعناها في سلات مختلفة، وضعناهم في فصائل مختلفة، ووديناهم التجهيزات أو الخطة التجهيزية. وهذه الخطة التجهيزية اعتبرناها يعني هي على 60 صفحة، وأنا ابتديت أعمل في ذلك مع بعض الآخرين، وبعض البيانات المركز الرئيسي أعطاني إياها، هي حوالي 30 صفحة هنستخدمها عشان ننشرها لعامة الشعب، وهي ممكن تمشي للبريد الإلكتروني للمدرسة وممكن تتحصل عليها من هنا، وممكن تقابلنا في الاجتماع في نوفمبر يوم 8. وبعد ذلك هنستلم ردة الفعل من أولياء الأمر. أنا أعتقد إحنا يعني عندنا يعني إفادة من أولياء الأمر كبيرة جدا، عايزين نجيب الأبحاث عشان نستفيد من هذا الرد بتاع أولياء الأمر، التفاعل عشان يدونا تقرير شامل. فنبتدي من نوفمبر 6 هنمشي لاثنين على اثنين كما أشرنا له، هتقابل مجموعات بتكون من 2، أنا وواحد وناس آخرين عشان نتكلم على الخطة التجهيزية والتوصيات والأفكار عشان إحنا نستمر إلى الأمام. وأيضا هيكون عندنا يومين هيكون في زي لجنة مفتوحة أو لجنة مفتوحة عشان يكون في نوع من المدرسين ونوع من أولياء الأمر عشان نتحصل منهم بالنسبة للتقارير أو بالنسبة لهذه الخطة التجهيزية. أنا دائما أشير لها بالخطة التجهيزية. وأيضا هيكون في يعني مسح شهر 11 نوفمبر للأفراد عشان هم يعطونا آراءهم ويفيدونا، ده في كله هيكون في نوفمبر 6. وهذا هو الجدول كيف نستمر للأمام. عندنا الخطة موضوعة وكيف نستلم الردود. حيدوك يعني ورقة يعني في الأول عبارة عن درافت عشان أنت ترد عليها، وبعدين حنستلم منكم الردود ونحلل كل الردود التي استلمناها. ويوم 20 حنراجع هذه الردود التي استلمناها، وفي يوم 20 شهر ديسمبر حنديكم الخطة النهائية لهذه التجهيزات. خلاص خلصنا.